اطفئوا قناديل الرعب. حين أمطرت السماء خيراتها، رائحة البارود من حولنا وبل من دوي القنابل والرعد، نظرات إلى الجنوب، ومع البرق صورة وانعكاس. توهج الأفق بنار الغدر والتهبت قناديل الرعب في الباطن. ترى هل هذه أحلام الأمس تطاردنا أم حلم اليوم؟ هل فعلها من جديد؟ رأيته طفلا ذلك الحقد التليد، ذاقه أبي وعمي وبقية أهلي وكثير من عرفتهم كبارا وصغار، وجاري. صياط البرد القارس، رأوا الظلام من وراء قضباني وأمامه. هنا لا فرق بين الليل والنهار ولا بين النهار والليل، في كل الأوقات والرفيق يأتي بالذل والظلم والعذاب. وهي قبيلتها الحرية واسمها إصرار، إنه مهر العروس. وها هو طالب المهر يطاردنا طالبا المزيد، والمصير أصبح رهن الهوى المريض. توحدوا بها وتفرقوا بها، وللنخبة لغة اسمها الغرور. وصدى سؤال من بعيد، ألا ينجلي هذا الظلام الدامس؟ متى تزورنا شمس الشروق بأشعتها الدافئة؟ داري وشوارع صباي التي أحرقوها، أمل الأجيال المنسية وآمال أخرى سلبوها، ألم تنحر الطفولة؟ ألم ينهبوا ضحكات الصبي البريئة؟ إذن ماذا تبقى؟ هل كتب علينا التغني بالأهاتي أبدا؟ هل نسير في دروب البأس جيلا وراء جيل؟ أعقلوا واعتقوا مكسورة الجناحين، الحمامة التي نتف ريشها، دعوها تطير من جديد لتبشرنا بعهد السلام المنشود. دعوها تحلق إلى حيث الضوء الخافت البعيد، فربما أتتنا بالشمس، تلك الشمس المخفية من وراء الأفق. صالح قاضي جوهر.